على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمو على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم لكل هذه سانتي 5.0 المجازين نستنستوا بها كل يوم من الاثنين حتى الجمعة، تكون مواضيعنا وحواراتنا طبية وعلمية وصحية بالأساس، وهو القائل الفعل هو الفصاحة، ويليام شكسبير. توت سويت سومير سومير. اليوم مش أحكي لكم على عدد الأرقام عمليات الإجهاض في تونس لسنة 2018، هذا وأكثر بش يكون موضوعنا من بعد شوية. بش نواصلوا كالعادة تعريفنا لبعض المفاهيم في الإيكو سانتي كود نوف سانتي، وبش أحكي لكم على أهم الدراسات الطبية والعلمية، ما ننسوش زادة أجندة سانتي المواعيد اللي قاعدين تستنسوا بها الناس الكل. وكالعادة اليوم في ألو دكتور من 11 حتى نص نهار. ألو دكتور، ألو دكتور. في ألو دكتور بالنسبة لليوم مش يكون على موضوع انتو ما طلبتوه. اليوم حبيت نحكي لكم على الجراحة التجميلية والترميمية، شو الفرق بيناتهم، وقتش يكون التدخل، هل هي آمنة، هل هي اليوم عندها مخاطر ولا لا؟ أسأل يجاوبنا عليها طبيب الجراحة التجميل دكتور مهدي بودريش، بش يكون حاضر بحضنا أبارتير من 11 حتى نص نهار. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، هذه سانتي 5.0 من توا حتى نص نهار. سانتي 5.0 سانتي 5.0 16 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، هذه سانتي 5.0 المجازين. سانتي 5.0 ما هي الجراحة التجميلية والترميمية؟ هذا باش يكون موضوعنا في ألو دكتور. ألو دكتور، ألو دكتور. وقتاش نحكيه على تدخل جراحي، وقتاش نحكيه على تدخل ترميمي، وقتاش نحكيه على عملية تجميلية، وين وكيفاش، وشنية أهم العملية التجميلية، هل هي آمنة وإلا ليه، شنية المخاطر، وعند شكون وكيفاش تصير العملية؟ أسأل اليوم باش يكون حديثنا مع الدكتور مهدي، وهو طبيب جراح في اختصاص الجراحة التجميلية، باش يكون حاضر بحضينا دكتور مهدي بودريش أبارتير من 11 حتى نص النهار هذا في ألو دكتور. سينو باش نحكي لكم على شيفر سانتي 9000 عملية إجهاض في تونس لعام 2018. شيفر سانتي، هذا اللي كان صرح به السيد عبد الكريم عبد الواحد رئيس جمعية النهوض بالصحة، أنه عملية الإجهاض تمثل عملية استشفائية وطبية تتم في ظروف صحية معينة، وهي معتمدة في مختلف دول العالم، وتهدف لإيقاف الحمل لعدة أسباب وفي فترة محددة يضعها العلم والقانون. وكان زاد أضاف السيد عبد الكريم عبد الواحد رئيس جمعية النهوض بالصحة أنه عملية الإجهاض حسب أرقام ديوان الأسرة والعمران البشري والتي تعود إلى سنة 2019 شهدت انخفاض، وإن تم تجديد 9300 عملية إجهاض لسنة 2018. وحول أسباب الانخفاض، نسبة الإجهاض بين سنة 2017-2018 بحوالي 27%، اعتبر أي جمعية نهوض بالصحة أنها توعوية بالأساس، حيث تضر عملية الإجهاض المتكررة بصحة الأم وله عديد الانعكاسات السلبية على صحتها الإنجابية والصحة العام. وأضاف أن القانون التونسي يسمح بالإجهاض منذ سنة 1973، واعتبر أن تونس سبقت عديد الدول المتقدمة في هذا الموضوع. 9000 عملية إجهاض، هذه كانت الرقم اللي حابين نحكيو عليه في شيفر سانتي. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، بعد شوية أجندة سانتي 10:30 كالعادة الفلاش انفو، وبارتير من الحديث ضيفنا اليوم الجراحة التجميلية اللي طلبتوها برشا، هذا مش يكون موضوعنا بعد بشوية. شيفر سانتي 28 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، هذه سانتي 5.0 المجازين. سانتي 5.0 بعد
فوق العشرة نص باش يكون موضوعنا حول جون دي سانتي واخر المواعيد الطبية والعلمية، والسؤال اللي باش نجاوبكم عليه اليوم في الو دكتور باش يكون حول الجراحة التجميلية. الو دكتور، كيما العناية بالجروح، كيما الجراحات اللي تصير في الوجه، كيما اللي يحب يعمل الخدود، كيما اللي بعد ما يتعرض لعملية واستئصال لعملية خاصة لطف يا ربي السرطان الثدي نجم يكون هو مستحق لعملية تداخل جراحي، هذا وأكثر. شنية الجراحة التجميلية الترميمية؟ شنو الدور متاحة؟ وقتاش تولي لازمة؟ ولا دكتور مهدي باش يكون حاضر بحثينا من بعد بشوية من 11 حتى نص النهار في الو دكتور. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تكلمونا من توا كان عندكم حتى أسئلة حتى سيكاتريس كيفاش تم عملية الإصلاح متاحة. 70 35 120. أهلا وسهلا بكم، هذه رجل حياة فامي دعت القاهرة وين للصح. سونتي 5.0 سونتي 5.0. ما هي مخاطر الجراحة التجميلية؟ الناس الكل ولا عندهم سوسي من هذا، ولا حاب يمشي لشيورجيان استيتيك، يحب يصلح، يحب ينظف أي حاجة، علاش كيفاش تتم العملية؟ هل الناس الكل ينجموا يقوموا بها وإلا لا؟ هذا باش يكون موضوعنا في ألو دكتور. ألو دكتور، الدكتور مهدي باش يكون حاضر بحضنا وهو جراح تجميلي ابارتير من 11 حتى نص نهار. 70 35 120 70 35 120، تكلمونا توت سويت، سينو باش نحكي لكم على الحقيقة على الويبينير اللي باش يكون بتاريخ 30 مارس 2022. اجندا سانتي سسخا لو رانديفو من تنظيم لاميكال دي زونسيون دو لا فاكولتي دو ميديسين دو مونستير، هذا ابارتير من 30 مارس 2022 مع 7 نتاع العشرية. الويبينير باش يكون تحت عنوان كوفيد 19 اي امباكت اون ايكولوجي اون اونكولوجي، سامحوني الناس الكل، كوفيد 19 اي امباكت اون اونكولوجي، وين باش تلقاو لي كونفيرونس، وين باش تلقاو زاد لي تيم الكل والكامل البرنامج على اليام تاعو على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فام اذاعة القاهرة وين للصحة. بارمي لي كونفيرونسيو باش يكون فما ان تيم كوفيد 19 اي شيميو ثيرابي للدكتورة اميرة دلدول، كوفيد 19 اي شيرجي اونكولوجيك هذه باش يكون للدكتورة الفا زكار، واكثر من هكا لانتيغراليتي دو بروغرام تلقاو على الباج في سيل فيسبوك لرجل حياة فام إذاعة القيروان للصحة. هذا فيما يخص لرانديفو لـ 30 مارس 2022 من تنظيم لاميكال دي زونسينيون دي فاكولتي دي ميديسين كوفيد اي امباكت اون اونكولوجي. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على رجل حياة فام، من توا تحضروا روحكم باش تكلمونا. جرو ميرسي لدكتور مهدي، راهو اختصاص الحقيقة حساس جدا ومطلوب برشا، انه اليوم نقاو مع وقت اكثر من 50 دقيقه من 11 حتى نص النهار. التجميليه الجراحه التجميليه شيرجي استيتيك هذا واكثر باش يكون موضوعنا من بعد بشوي. سونتي 5.0 سونتي 5.0 سونتي 5.0. 41 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، هذه سونتي 5.0 على الإذاعة الوحيدة المختصة للصحة. سونتي 5.0 نعاود نذكركم اليوم مش يكون موضوعنا شيرجي استيتيك الجراحة التجميلية. ألو دكتور، حتى اللي عندهم بعض الحروق ولا التعرض لبعض الحوادث واللي عنده سيكاتريس نجم يكون عنده التدخل الجراحي الترميمي والا التجميلي، شنو الفرق بيناتهم، التكلفه بيناتهم، ما هي المخاطر، وخاصه مده العلاج، هذا اكثر اسئله باش نطرحها اليوم على ضيفنا الطبيب الجراح في التجميل دكتور مهدي بودريش، يكون ضيفنا اليوم في الو دكتور. وانتم كان عندكم اسئله حتى اللي تعرض للحرق عنده دي سيكاتريس هذا اكثر تنجموا تطرحوها حصريا على 70 35 120 70 35 120. سؤالنا اليوم اللي نحاول نجاوب عليه زادا، ما هي اقتصاديات الطب؟ توت سويت ايكو سانتي. ايكو سانتي، غالبا ما يستخدم الاقتصاد الطبي بشكل مرادف لاقتصاديات الصحة، وهو فرع اقتصاد المعني بتطبيق النظرية الاقتصادية على الظواهر المرتبطة عادة بالسوق الصحي كالطبيب ومقدمي الخدمات المؤسسية، وعادة فإنه يتعلق بتحليل التكلفة والعائد للمنتجات الصيدلانية والفعالية من حيث التكلفة للعلاجات الطبية المختلفة. وغالبا ما يستخدم الاقتصاد الطبي النماذج الرياضية لبيانات توليف في إحصاء الحياة
حيوي وعلم أو أوبئة ولدعم طب صنع القرى سواء بالنسبة للأفراد والسياسة الصحية على نطاق أوسع. هذه كانت إجابتنا اليوم على ما هو اقتصاديات الطب. أهلا وسهلا بكم ناس كل على راديو الحياة فام. أنتم تسمعوا في الإذاعة الوحيدة المختصة للصحة. أيامات قليلة قبل شهر سيدي رمضان زادت السنة فيكم برمجة تعمل 66 كيف، ولكن مش يبقى توقيتنا هو هو في سنتي 5.0 حتى في رمضان من 10 حتى نص النهار على الإذاعة الأولى للصحة بالقيروان. سنتي 5.0 سنتي 5.0 51 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل على راديو الحياة تفر. سنتي 5.0 تدخل جراحي ترميمي أو تجميلي لإصلاح تشوهات خلقية تولد بها الواحد وإلا بعد اكتسابها جراء حادث، هذا وأكثر. وين التدخلات؟ شنو الأجزاء اللي بدأ الكل ينجم يقبل تدخلات وإلا ليه؟ شو نجم نزين ولا ها يمثل خطورة على طاقته وإلا ليه؟ هذا وأكثر هو بش يكون موضوعنا اليوم في ألو دكتور، الجراحة التجميلية الترميمية عليش كيفاش؟ هذا وأكثر مع دكتور مهدي من 11 حتى نصنها. ألو دكتور. اكتشاف خلايا دماغية مسؤولة عن التوتر، موضوعنا في كواد نوف سانتي. كواد نوف سانتي. اكتشف باحثون في جامعة أوزاكا اليابانية مجموعة صغيرة من الخلايا الدماغ تتحكم في سلوكيات القلق الناجمة عن التوتر، وعندما تم تصيد هذه الخلايا باستخدام تقنية وراثية كيميائية أظهرت السلوكيات مرتبطة بالقلق، في حين أن تعطيل الخلايا جعل نفس الفئران أكثر مرونة ضد التوتر المزمن، وفق ما جاء في دراسة نشرت نتائجها في دورية ساينس ادفانسرز. من معروف أن التعرض للتوتر على مدى طويل يمكن أن يؤدي إلى مشكلات نفسية خطيرة، ومع ذلك فإن الآليات الدقيقة التي تقوم عليه الاستجابة للضغط ظلت بعيدة المنال إلى حد كبير، أدت إلى التطورات الحديثة في التصوير المجهري بواسطة باحثين من اليابان في اكتشاف مثير لمجموعة صغيرة من خلايا الدماغ اللي تتحكم في الاستجابات الناجمة عن التوتر. ويقول الباحث أن هذه الخلايا قد تمثل مفتاحا لفهم أصل الاضطرابات النفسية المرتبطة بالتوتر، وسمحت تقنية تصوير جديدة الباحثين بفحص التغيرات في النشاط الخلوي بدقة خلية واحدة. ومن مفهوم على نطاق واسع أن معالجة التوتر تعتمد على التواصل بين المناطق القشرية وتحت القشرية في الدماغ، ومع ذلك فإن الآلية الدقيقة الكيمينة وراء هذا التواصل ظلت غير مؤكدة، وهو ما سعى الباحثون للكشف عنه باستخدام هذه التقنية. واستخدم الباحثون نماذج حيوانية تعرضت للإجهاد باستخدام تلك التقنية. جمع الفريق صور للدماغ بالكامل لفئران تحكم وفئران المعارضة لهذه الظروف المجهدة، ومن خلال التلاعب بنشاط مجموعة من الخلايا وجد الباحثون أنه مسؤولة بشكل كبير عن التوتر، ويفتح هذا الاكتشاف المثير فرص شديدة للاكتساب فهم أفضل لسبب الاضطرابات المرتبطة بالتوتر. زيرو ستريس، هذه هي نصيحة اللي نحاول نقدمها لكم من الكل حفاظا على صحتكم الجسدية والنفسية. سينو تقعدوا معنا في الاستماع، خاطر في أقل من 6 دقائق باش يكون حاضر بحضرنا طبيب الاختصاص شيرجان استيتيك. وقتاش نجم في الدخن نحب نزين خشمي؟ عندي مشكل، عندي حرقة، عندي بلاصة في وجهي مقلقتني، في داية، في سقية، شفت الكرش عندي كل بارتي نحب ترجع عندي كرش مزيانة. هذا أكثر كيفاش علاش باش يكون موضوعنا بعد شوية في ألو دكتور. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص، هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0 سانتي 5.0 مع الحايم. صحتك بالدنيا.